دجله. محمد محمود النهارده تكيس المدرب، مدرب نادي دجله او مدير فني نادي دجله، بيتكلم على محمد محمود ان هو يسيب اثر سلبي كبير في فريق نادي دجله. دي قيمه محمد محمود، قيمه محمد محمود كبيره قوي. محمد محمود النهارده بيودع دجله بهدف من ضربه جزاء، وقبل كده جاب هدف كمان في الداخليه في الماتش اللي كان قبل كده، كانت راسيه جميله جدا حطها محمد محمود. محمد محمود لعيب اللي انت عايزه، اللعيب اللي انت عايزه وسط الملعب، المهاجم، اللعيب اللي ممكن يعمل لك سروباس يروح يكمل على الجول، بيجيب اهداف، بيدافع كويس، لعيب جوكر. فلعيب حلو قوي، لعيب الجماهير الاهلاويه بتحب اللعيب ده، فلعيب كويس. كمان تكيس النهارده اتكلم عليه بشكل كويس قوي، قال ان هو كمان صديق شخصي لتكيس، ان العلاقه تبقى كمان هتدوم بعد انتقال الاهلي. طلعه في الدقيقه الاخيره من المباراه عشان يبقى تكريم ليه قدام قدام الناس او قدام الجماهير تتفرج على المباراه، زي ما بتشوف النجوم الكبيره المدربين بيعاملوهم ازاي، ان هو بيطلعه قبل. طبعا ما فيش جماهير، لكن هو تكريم ليه في الشكل العام للمباراه. فمحمد محمود صفقه قويه جدا للنادي الاهلي، ان شاء الله يكون اضافه مع رجاله نادي الاهلي اللي بيتواجدوا في نفس المكان. محمود